هذه قصة حصلت تقريبا عام 1420 21، يعني قبل 20 سنة تقريبا بالضبط، في مكة المكرمة. هذا رجل دخل سوق المعيصم، سوق المعيصم للحراج، عندكم هنا حراج بن قاسم صحيح، احنا عندنا حراج المعيصم في مكة. ويبدو ان الرجل هذا يعني عنده ميول الى ايش، حب التسوق كذا، وخطر وسيع، يشيل البضاعة هذه ويقلب هذه وكذا ويدور في السوق. المهم هو في هذا الجو اللي هو عايشه، وتقع عينه على لوحة فنية رسمة، يقول أعجبتني، ويبدو أن الشاب هذا عنده حس فني، يقول أعجبتني ذا اللوحة، حتى صاحب المحل مو حاطها في أول الدكان، حاطها جوه مو مهتم فيها، بس يوم شوفني ركزت عليها وهو يشد عليها في السعر 250. يا والله صل على النبي، صل على النبي، 50 ريال قال مرة كلام، طب أطلع 50، قال 250 تبغى أتوكل على الله. رحت جيت حمس آخر شيء أخذتها، يقول والله قال لي ألف لا أخذها، أنا مرة رغبان في اللوحة هذه، يقول أخذتها، ومن يعني شدة إعجابي فيها وديتها المحل حق البراويز، بروزتها وحطيت لها قزاز وفرحان فيها وجبتها البيت. وأقول لزوجتي شوف جبت لوحة، رحت حراج المعيصر جبت لوحة، قلت ما شاء الله طيب. قال أبو حطها المجلس، قالت إيش؟ والله ما تحطها، انت تحجي القرنبة هذه والله ما تحطها مجلس الخردة هذه، مجلسنا هو تمس مفصلين بهاك الكلام، مجلس مدري شو. يا حرمة يهديك الله، معطر الصقر شوي، يا مرة يهديك، قالت مرة والله. قال طيب خير إن شاء الله، أخذ اللوحة وطلعها فوق عند مستودع هناك، مستودع اي فوق حطها، ما يقدر يحطها المجلس، شو يسوي يعني. المهم يقول لكن أنا ثقتي في اللوحة هذه ما انهزت، يعني عندي إحساس فيها زي، يقول وقعدت مدة وسمعت إن فيها معرض بيع اللوحات كذا، ما أدري هو في جدة ولا في الرياض والله. يقول وأتعنى لهم وأخذ اللوحة معي وأديها ودخلها في المعرض، ما أدري كيف طريقته لهم، دخلها في المعرض، يقول أخذ المعرض كم يوم ما حد قال لها بكم، ولا سيمت يجي رأيها. يقول والله وأخذها وردها البيت. وتمر الأيام، والله هي 6 شهور 7 شهور، يقول يجي واحد من عمي كان يدرس في أمريكا وجاء إجازة وبيرجع، يقول جلسنا نسولف ونسولف في مواضيع كثيرة، المهم من موضوع وصلنا للوحات الفنية والمعارض ومدري وشو. قلت عندكم معاه؟ قال والله في معرض دحين، أنا سمعت إني في معرض، هو قال في واشنطن أو في نيويورك معرض قريب دحين. قال تكفى أنا عندي لوحة، خذها معك أنا طالب. قال أمشي ويعطيها اللوحة حقتها، ويطلع هذا ابن عمه لأمريكا. وبعد ما دخل في هذا المعرض، طبعا عنده إجراءات معينة في تسجيل اللوحة، حتى تخش المعرض لها آلية معينة وتتصور اللوحة. يقول أثناء ما صور اللوحة ومع الفلاش ويلمع توقيع الرسام العالمي اللي ما أدري وش اسمه، قالوا هذا من وين جبتها؟ قال من حراج المعيص. قال كيف؟ قال هذه اللوحة ما تمشي في الشارع، هذه ما تمشي إلا معك حراسة مشددة. عجيب يا ولد. لا قال لا والله راعيها في مكة. قال يجي ناس نوثق ويدق علي، يا ولد الحق الحق والله، ويحجز ويطلع ويسجلون اللوحة وكذا بآلية معينة عندهم، ويحرجون على اللوحة وتنباع $6 مليون. لا يعني لا أكثر من 20 مليون ريال سعودي. لا أكثر من 20 مليون ريال. فسبحان الله، يعني هذه ما تدري الرزق من وين يجيك. وين سوق المعيصم هذا فيه شيء؟